ارحلي، خذي طفلك الذي تحملين، ارحلي ارحلي رجاء، ارحلي ماريا مرسيدس، ارحلي ارحلي ارحلي. لا لا اخو الخلوس، اود البقاء هنا معك، لا حياة لي من دون رؤيتك، ولا اريد لطفلي ان يعيش من دون اب. لا يمكننا الرحيل، كلانا يحتاج اليك. ماريا مرسيدس با سيرفير لي افران دمي فاميليا. لا استطيع انتظار ميتشي اكثر، ثم من يدري متى تعود. لماذا تحتاجين اليها؟ كنت اود ان اكلمها عن العمل يا ابي. اسمع، هل تجدي لي خدمة؟ وما هي؟ عندما تعود ميتشي قل لها ان تمر علي في العمل، واحرص ان تأتي، الامر مهم يا ابي. تواجهين مشاكل؟ لا 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 ابي. اهلا. شكرا. اذا ابي اخبر ميتشي انني اريد رؤيتها، ولا تنسى ذلك، فلتأتي اليوم حتما. صباح الخير برينيس. صباح الخير دونا مالفينا. ما هذا برينيس؟ ماذا سيدتي؟ سألتك ما هذا؟ لا أعرف سيدتي، لم أنتبه لهذا. من قلبها؟ لا أعرف سيدتي، لست أنا. أعيديها كما كانت. من الفاعل يا ترى؟ لا أعرف سيدتي، لا أطفال في المنزل، وحدهم يخربون. آمل ألا يتكرر. يا ابنتي هل نمت جيدا؟ نعم سيدتي. توخي الحذر، سأشتري لك فيتامينات خاصة بالحمل، ربما كنت ضعيفة. لا فأنا بخير، وسمت وصفة من الطبيب أتذكرين؟ بأي حال ستنجبين لي حفيدا صغيرا، وأريده قويا وبصحة جيدة. برينيس قدم الفاتور للسيدة ماريا مرسيدس. حاضر دونا مالفينا. لا 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 بأس، مهلا علي الإسراع لرؤية أبي، وبعدها سأذهب و... أعرف تذهبين لرؤية خورخي لويس. حسنا أدعك تذهبين بشرط أن تفطري بما يكفي في منزل والدك، فهمت؟ نعم سيدتي، وشكرا لاهتمامك. الشكر لك، لأنك ستملئين حياتي بوجود الحفل. حسنا، هل أستطيع الانصراف؟ أجل، يمكنك الانصراف، لكن احترسي واحترسي لمن تحملين معك. ها؟ أكيد. إذا إلى اللقاء. والآن نأتي إلى ختام حلقتنا، فإلى الغد. أختك تركت لك رسالة. ما هي؟ تريد منك موافاتها إلى حيث تعمل. لماذا أبي؟ لا أعرف، لم تقل، تصر على ذهابك إليها. وكأن وقتي يتسع، علي الإسراع لرؤية ميمو وبعدها زوجي. آسفة. لا أدري، يبدو أن روزاريو تواجه مشكلة لأنها تصر على ذهابك. إذن سأحاول. طيب أبي، اليوم سأتفرغ لها قليلا. لا تنسي إصلاح سوارك. لا، اطمئن رودولفو. رودولفو، أود إخبارك شيئا. الأفضل من أجلك ألا تسترسل في معاشرة زوجة سيباستيان، قد تخلق لك مشكلة. لماذا؟ ميستيكا استفزازية كامرأة، تبدو وكأنها غير مكتفية. إلى ما تلمحين من يوليا؟ أظنها تود الانتقام لأن زوجها يهملها. لا داعي لإهانة امرأة لا تعرفينها. أعي ما أقوله رودولفو، أحبك وأحترمك، إن ميستيكا ضحية رجل يشعرها بالضجر. أتغرين؟ رأيتها تغازلني البارحة فغرت. ها؟ قد غازلتك بما يكفي وبإصرار، وسوف تدعون أكثر للخروج، وإن لم تلبي نهارت أحلامك بالنجاح والثروة. وهل أنا غبي؟ أي رجل معرض للوقوع في الفخ رودولفو؟ لن تغار قبلا. وأنا لم أرك مرة في خطر شديد. أنت تعرفينني، أنا أسير في الخط المستقيم لأنه الأقصر إلى الهدف.
آمل ألا تنسى الخط. تغارين ها؟ برينيس، كورديليو، أدولفو، تعالوا حالا إلى هنا. ماذا يجري سيدة مالفينا؟ انظروا انظروا، مثارية أخرى مقلوبة. من يعرف شيئا عن الموضوع؟ لا نعرف شيئا سيدتي. لقد أخبرتنا برينيس بالذي حصل. في الحقيقة لا نفهم كيف حصل هذا. منذ حين طلبت مني قلب الآخرين. من قلب هذه؟ ثمة أشباح في المنزل. لا هذا ليس عمل أشباح. ليس في هذا البيت من أشباح. شخص طبيعي، شخص قد بدأ يجن، شخص بدأ يفقد صوابه. أين سيدتي؟ لا أدري، أنا حتى الآن لا أعرف من يفعل أمرا كهذا ولماذا. لا أحب الغموض في منزلي. عليك التحري كورديليو. سيدتي اطمئني، أيا كان الفاعل عليه أن يشرح أسبابه. لا يجب تكرار ذلك. غريب، ما الداعي لقلب المزهريات رأسا على عقب؟ قلت لك برينيس، فعل شخص فقد صوابه. كيف حالك؟ لم أعد أتألم. هذا هو الأهم. ماذا قررت فيما تحدثنا بشأنه؟ إلى ما تلمحين بالضبط؟ هل ستنهي علاقتك ببائعة اليانصيب؟ مجنون. سأجعل بائعة اليانصيب. مجنونة. سأجعلها مجنونة. سيدتي ما بالك تغرقين في كوب ماء؟ لربما كنت مخطئة. لا لا كروز، لست مخطئة. زوجي أعجب ميستيكا أردوناز، وهي تعلم أنها قادرة على إدخاله منزلها دون أن يطرد. أظن رودولفو قادرا على أشياء كثيرة، لكني في هذا الوقت العصيب بحاجة لأن يبتعد عني لأتفرغ للاهتمام بأولادي. سأعطيه الفرصة، بالطبع سأفعل. لن أذهب معه إلى السهرة المقبلة، ليذهب وحده. ولكن سيدة مانيوليا. افهميني كروز، علي التضحية من أجل أولادي الأربعة.